لو سمحت لو سمحت لو سمحت انا مريم، كنت لسه بعتها لك على البيج عشان البوستر ده موجود. موجود، بس لو حابه ممكن بكره الصبح اعمل لك اوردر ابعته لك على البيت. مساء الخير. لا بكره الصبح ايه، احنا هنشتريه في ثانيه ونمشي. معلش بقى انا عطلك. لا هو مفيش عطله خالص، اصل صاحبتي مخرجه ومحتاجين بس البوستر ضروري، عندنا شغل بيه. خلاص يلا بينا تعالى. سوري معلش. لا لا عادي اتفضلي. اتفضلي. دي نسخة جديدة لسه جاية لي من المطبعة اللي كانت بتطبع لمعظم الفرق ساعتها، يعني لو عايزة أكتر الفيلم أو المسلسل اللي حضرتك بتعمليه. معلش كام؟ هيبقى 200. اتفضل. شكرا. هو أنت تعرف أي حاجة عنهم؟ عن ديفو قصدك؟ أساميهم يعني، هما فين دلوقتي؟ أي حاجة. يمكن ده مش مكاني أو الزمن ده مش زماني وأنا موهوب، يمكن خيالي وداني لدنيا ولعالم تاني وانا مجنون، او يمكن انا نجم بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا، انا نجم بس مفيش سما، بس ما فيه. هو الفيلم اللي حضرتك بتعمليه عنهم؟ او يعني مش عنهم بالذات، عن البندات اللي كانت موجوده في التسعينات واتنست، يعني قريب واحده منهم. حضرتك تسمعي عن زيكو؟ زكريا الصافي؟ لا مين ده؟ زيكو عنده بودكاست ويوتيوب شانل بيتكلم فيها عن الروك والجيتارات والباندز في العموم، هو بقى اللي كان بيحب ريفو من زمان وهو شاغل دماغنا بيهم. بس اللي انا افتكره عن ديفو ان هم اختفوا فجأة، ممكن يكونوا فضوا الباند، معرفش بصراحة ايه اللي حصل لهم. طب هو ينفع اتكلم مع زيكو؟ مفيش مشكلة، هكلمه اوصلكوا ببعض. شكرا. بجد انا مش عارفة اقول لك ايه، يعني مش عارفة هي مش بترد عليك ليه والله، يعني مش عارفة. طب بص قابلنا في البيت. اوكي يلا باي. بصي اقول لك، هو على قد ما افتكر يعني ده ماجد جورج درامر، وده مروان سامي، وده مدحت اباظه، وده احمد نعمان، وده طبعا شادي اشرف. طب يلا بقى عشان ما نعطلش الاستاذ. بصي بصي دول هم بجد. شكلها تطلع زي صاحبك زيكو. ايه ده اباظه؟ ده معناه ان هم فعلا لقوه في استوديو. بقول لك انجزي بقى عشان ما تسمعش مجاري. شكرا ليك بجد. لا لا علي، انا زي ما قلت لك هكلم زيكو اوصلكوا ببعض. وانا انت عندك نمرتي صح؟ انا بعتها لك على الشات، كلمني في اي وقت. باي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.